إيه هاي، مساء الخير، اهلا بجميع في قناتكم موري فيفاوي. منوريني، بحبكم كلكم، كل اللي شجعني بفرح بالتشجيع ليا، واتمنى ان هو يفرح زي ما بيفرحني كده. انا النهارده عايزه اكلمكم في موضوع مهم. انا امبارح سهرانه لغايه الساعه 2 صباحا مع مدام اسمها مدام مروه من اصدقائي ومتابعيني على اليوتيوب. مدام مروه اخذت دواء الدكتور كتبه لها اسمه سيفوبيد، كانت هتموت. كانت هتموت ليه؟ لانها ما عملتش اختبار حساسيه اللي بيتعمل تحت الجلد قبل ما تاخده. ضربات قلبها زادت، وشها احمر، وجالها ضيق نفس جامد. افتكرته من كورونا، مع ان التحاليل بتاعتها مش مبينه ومش موضحه قوي كورونا. دكتور يقول لها بدايه كورونا، دكتور يقول لها لا ما فيش كورونا، تمام. وانا قلت من البدايه الوقايه خير من العلاج، يعني نعتبر ان احنا كلنا مرضى كورونا، واي عرض يجي لنا في الاول بنتحكم فيه، علشان الفيروس في الاول بيبقى ضعيف فنموته بدل ما يتحكم مننا وبعدين نضطر نروح مستشفى او ما نعرفش نتعامل، تمام، او ما نلاقيش مكان في المستشفى اساسا. فالست انا ما كنتش عارفه هي عملت ايه ولا اخدت ايه ولا ايه الحكايه. تقول لي انا وشي محمر مش عارفه اخد نفسي يا امل، ضربات قلبي سريعه، تمام. فقلت لها تعمل ايه؟ قلت لها هتكلم الصيدليه تقول لهم انها اخدت المضاد الحيوي اللي اسمه سيفوبيد دواء وجالها حساسيه، ويديكي دواء، هيديكي افيل ومعاه حاجه تانية. فعلا كلمت الصيدليه واداها الافيل لغايه الساعه 2، وهي واحنا منتظرين مع بعض ان هي تتحسن. وابتدت فعلا اول ما عرفت ان هي خلاص اخدت الافيل وبقيت العلاج بتاع الحساسيه، اطمنت ونمت. وطبعا صحيت الصبح الساعه 5 صباحا حد بيكلمني تاني بيقول لي انا لازم اودي والدي مستشفى، وادي انهي مستشفى والكلام ده كله. فيا جماعه من فضلكم ناخد بالنا قوي، الناس اللي بتاخد المضادات الحيويه، على فكره مضاد حيوي دوا في بالنسبه لكورونا ما بيعملش اي حاجه، هو بس الباراسيتامول اللي موجود في البرامول، وسبق وقلت اول باراسيتامول في علاج اسمه برضو باراسيتامول على اسم المكون بتاعه، او البرامول او البنادول او الكونجستير، هم دول اللي بيتاخدوا قرصين كل 8 ساعات. اما المضاد الحيوي ده مش بتاع فيروس، ده بتاع بكتيريا، تمام. فعلى العموم ما علينا، بيكتبوا زيسرو ماكس، بيكتبوا اوكي. لكن لما اجي اخد حقنة مضاد حيوي، تمام، ما اخدهاش من غير ما اعمل الاختبار الحساسية اللي بتعمل تحت الجلد. لو انا ما اعرفش حد يعملها لي، حد يعمل اختبار الحساسية، بيبقى 1 ملي من سرنجة انسولين بيتاخد يتحط تحت الجلد، نقعد 2 3 ونشوف مكان ما ادينا هل احمر، هل في احمرار. لو في احمرار ما اخدش الدواء خالص، ما انا ما موتش نفسي عشان اعالج مرض تاني، واخدين بالكم. فيا جماعه ناخد بالنا من الموضوع ده كويس قوي، لان الست دي اصلا كان عندها بنتين يا حرام صغيرين، واحده 5 سنين واحده تقريبا 3 سنين. الست دي عندها 36 سنه، جوزها كان قاعد بالاولاد، خايفه على الاولاد، خايفه تجيب مامتها. مشاكل الناس كتيرة قوي، كل مرة هحكي لكم عن مشكلة شكل. فمن فضلكم لو سمحتم ناخد بالنا من الموضوع دوا، ان احنا مش عشان نعالج نفسنا نموت نفسنا، تمام. لغاية الساعة 2 الصبح وانا مع الست دي. في موضوع تاني برضو هكلمكم في فيديو تاني عن الاسهال، لان في ناس كتيرة سألتني الاسهال واعمل ايه فيه. وبرضو بحضر لكم موضوع الجهاز قياس السكر، هجيب لكم هعمل لكم فيديو تاني وهجيب لكم الجهاز بتاع قياس السكر، واعلمكم ازاي نقيس السكر وايه الانواع الموجودة في السوق وازاي نتعامل معاها، تمام. وفي حاجات كتيرة قوي في بالي زي نيوبلايزر برضو بفكر اعمل لكم فيديو. بس في حتة برضو صغيرة تانية عايزة اقولها بالنسبة للست بتاعت امبارح دي، ان هي اخدت فينتولين، الدكتور كتب لها فينتولين وهي عندها جهاز نيوبلايزر اللي هو بيتحط في الماسك كده وبتستشيكه. حطت امبولين، الدكتور قال لها حطي امبولين، تمام. حطت امبولين وابتدت ضرباتها تزيد لان عندها الضغط، هي مريضة الضغط، فطبعا ابتدى ضرباتها تزيد وتعبت. فكلمت ال 105 قالوا لها تاخدي بدل السيفوبيت زيسرو ماكس وتاخدي
بدل ووقفي فنتولين لان هو زود ضربات لغايه 115. يعني بتقول لي انا ضربات قلبي 115، فقلت انا قايله لكم يا جماعه وقايله لكم في فيديو تاني، تعرفوا تتصرفوا، تجيبوا ميه مغليه تستنشقوها بثلاث معالق ملح مغليه وتحطوا على دماغكم فوطه، هتموتوا الفيروس جوه الصدر. ليه؟ لان الفيروس فوق درجه معينه بيموت، فوق درجه 52 بيموت. فقلت كذا مره يا جماعه نغلي ميه مغليه نحط عليها ثلاث معالق، ده اقل الايمان يعني. يعني لو ما عندناش فيكس، ما عندناش ابو فاس، ما عندناش، وعامله لكم فيديو بدوا، ما عندناش فيكس ولا ابو فاس ولا زيت كافور، هنحط ثلاث معالق ميه، ثلاث معالق سوري ملح على ميه مغليه، ونحط فوطه نستنشق الاول مده 10 دقائق، وفي تمارين تنفس بنعملها، لكن لا داعي للفنتولين ولا غير الفنتولين ولا الكلام دوت. تمام، شكرا ليكم وميرسي قوي وباي باي، وبحبكم كلكم، بحبكم لانكم وقفتوا جنبي، بحبكم لان انتوا حسستوني ان انا بعمل حاجه مفيده ليكم ولبلدي واي حد محتاج اي سؤال يا ريت تكتبوا لي في كومنت، واشكركم كتير، اشكركم خالص، ميرسي قوي، باي باي.